معاكم مايا الهواري، رئيسة مجلس أمناء مدرسة دبي كرمل وأول باحثة دكتوراه إماراتية في مجال الذكاء العاطفي وأثره في القيادة. أحب أشارككم صوري وفيديوهاتي لأن من خلالها أشارك فيها نجاحاتي، وهاي النجاحات أهديها لقيادتي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها. طبعاً القيادة هم لهم الفضل إنهم ساعدونا إن نتطور كأبناء الوطن. لولا أن عندنا قيادة تفكر بشبابها وتعمل على تقدمنا نحن وتحقيق الحلم، كان ما وصلت للي أنا وصلت اليوم. القيادة أسست لنا جامعة حمدان بمحمد ذكية أسب نواصل، وكل واحد منا يحقق حلمه ويوصل للقمة. عسبتشي، لو كان هدفك دائما الوصول للقمم لا تتأخر، وسجل في الجامعة الذكية الوحيدة في الإمارات والوطن العربي.